المدرس واعي جدا للدور اللي بيلعبوه، لان احنا ثلاث مرات او اربع مرات انذرناهم ومع ذلك ما استجابوش لهذا، وقعت العقوبه ونفذت، لكن عاود نفس المخالفه. ها اذا وقعت مخالفه اخرى من هؤلاء الشخوص وهم يعرفون انفسهم على وجه التحديد فسوف يكون لنا موقف اخر. في قناه ايضا جربت ان تدخل مع المجلس في اختبار قوه، واعتقد انه في النهايه قدرت تعرف ان واجبها ان تلتزم بالقانون، لاننا لا نتكلم خارج القانون ولا نستطيع ان نصدر سطرا من عقوبات الا ان يكون القانون يعطينا الحق في هذا. ادعاءات البعض بانه هو هيحول وهيأدب، انا اسف اقول انه هذا الموال السخيف انا الاوان ان ينتهي. مجلس التقرير تحت ايديكم. اقدر اقول ان انا برضو ايضا بشكر الناقد الفني محمد فاضل رئيس لجنه الدراما على المعايير الهامه اللي وضعها اساس المعايير، وبقول ان المعايير سوف تطبق، يعني المعايير سوف تطبق، واحنا في النهايه مش سعداء بتطبيق اي عقوبه، ان كل الامور ينبغي ان احنا يكون الامور شواطئ وحدود وسقف في كل حته في الدنيا، انما سنوات الفوضى التي اعصبت المرحله الانتقاليه ان كل واحد ياخذ حريته على قد دراعه وعلى قد قوته، اعتقد ان هذا الموقف قد انتهى تماما. وانا بقول ان المجلس لن يسكت على اي خرق واضح للقانون، ولن يسكت على اي مخالفه تضر بالرأي العام أو تضر بالصالح الوطني. بندافع عن حرية الرأي بأكثر مما يدافع أي طرف آخر، وأعتقد المجلس له مواقف في هذا واضحة ومحددة، ولكن أيضا إحنا بنقول إن حماية حرية الرأي لا يكون فقط بأن إحنا نطالب بحماية هذه الحرية، ولكن أيضا بأننا نطبق القانون، لانه عدم تطبيق القانون نتيجه الفوضى اللي عشناها طوال هذه السنوات. انا ما يعني التقرير الملخص فيه اهم القرارات اللي اتخذها المجلس، اهم المواقف اللي خدها المجلس، والتقرير باكمله فيه كل نقطة وكل نفس تحرك فيه المجلس. أثرنا الشفافية الكاملة ثقة في الرأي العام المصري، وإحنا تحت أمركم في أي حاجة، مش أنا فقط، وكافة أعضاء المجلس ابتداء من الأمين العام إلى كافة السادة الموجودين.